السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم محاضرتنا الثالثة. المحاضرة الثالثة هي على نكمل الانكريبشن، انواع الخوارزميات الانكريبشن. راح اشرحها بشكل مختصر حفاظا على الوقت حتى تاخذون اكثر معلومات. احنا الالجوريثم الاكثر شيوعا يسموها الداتا انكريبشن ستاندرد، وشائع شائعة الاستخدام أو شائعة التسمية يسموها الدس. الدس هي خوارزمية تم تطويرها من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. خوارزمية الدس هي combination of two fundamental building block of encryption، هي substitution و transformation. هاي الخوارزمية طبعاً عندها قوتها، هي تستمد قوتها الخوارزمية بالتطبيق المتكرر لهذا الأسلوبين، يعني substitution والترانسفورميشن، أحدهما فوق الآخر لمدة يعني لأكثر من 16 دورة. هذا التعقيد المطلق لتتبع التكرار لمدة 16 تكرار للتبديلات وعملية التبديل، هذا شوية حدد الخوارزمية من الكسر. فيعني انطاها قوة وانطاها الكومبلكسيتي. تبدأ الخوارزمية تشفير النص العادي على شكل كتل، يعني على شكل بلوك. البلوك من 64 بت، يبلغ طول المفتاح هم 64 بت، لكن هو بالواقع هو 56 بت. يضيفوا له 8 أرقام يسموها أرقام الإكسترا، الـ 8 bit is often used to check this digit and do not affect encryption in normal implementations. هي أصلا يضيفوها بس هي ما تأثر على التشفير في عمليات التنفيذ العادية. يمكن للمستخدم أن يغير المفتاح بأي وقت ويكون فيه يعني على عدم اليقين بشأنه. الميزات مالته او مواصفاتها انه هي حجم الكتله هي 64 بت، يعني البلان تكست يدخل 64 بت. الكي سايز هو 56 بت، بس يصير 64 بت، يعني هو مو يكون بشكل يعني بشكل مثلا بشكل هذا، مثلا اذا كان احنا قلنا نحوله الى مثلا يكون 1 1 0 1 1 0 7 8 أو مثلا 1 0 0 0 1 0 وهكذا إلى إيش قد؟ إلى 64 بت، يعني 64 بت. هذا شيء يسموه لانه احنا ناخذين بلوكات، يعني الى 64 بت عندنا من دوله. المفتاح ايش راح يكون؟ راح يكون مكون من المفتاح ايش راح يكون؟ راح يكون مكون من 56 بت. بالاصل هو 64، هو 56 بت. يضيفوا له 8 بتات يسموها بارتي تشيك بت فور ايرور كنترول. اكو جدول، هذا الجدول مثلا يكرر، هسه مو كتبت هذه الهاية، يرقموها 1 2 3، يكرر مثلا الرقم 1 لمرتين ويكرر هاي، فيطلع ال 8 بتات الزايده يزيدها يصيرن 64 بت لغرض الجمع. انتم ما مطلوب من عندكم هذا بس حتى تفتهمها. النمبر اوف اراوند هو 16 مره يبدل المفتاح ويجمع يسوي اكسكلوسيف اور. 16 intermediate key و each key هو 48 بت، بعدين يصير 48 بت. الديس انتم ما مطلوب منكم غير بس هذه مواصفات الديس، واللي يريد يتعرف عليها يعني ممكن هو مصادر. يعني تم كسر الديس بسنة 1997 لما وضعوا الـ RSA مكافئة، خوارزمية الـ RSA خوارزمية أخرى مكافئة في الخوارزمية، ويعني
روحوا بيها 10,000 دولار إذا إلى تيم فريق من لكسر الخوارزمية، تعاون عليها 14,000 مستخدم عبر الإنترنت كسروا التشفير أخيراً. طلعوا بدالها الترابل ديس اللي هي 3 ديس. الثري ديس هي تم تطويرها تحسين للديس، حسنوا الديس طوروا الثري ديس، يستخدم ما يصل إلى 3 مفاتيح متتالية وينفذ أيضا 3 عمليات تشفير مختلفة. يقوم الثري ديس بتشفير الرسالة 3 مرات ب3 مفاتيح مختلفة، وهو المستوى الأكثر أمانا للتشفير الممكن باستخدام ثري ديس. سنة 1998 استغرق الأمر جهاز كمبيوتر مخصص سموه بال 1998 لوك ديزاين كمبيوتر ديزاين فور الكترونيك فريدم فوندير اللي هو بهذه الموقع اوفر من 56 اور تو تراك الديس. استغرقت اكثر من 56 ساعة حلموا يكسرون الديس. الفريدس هي معيار تشفير طلعوا وراها الاي اي اس استنادا الى اللي هذه يسموها Advanced Encryption Standards based on هذا ريتشارد بلوك سايفر. طبعا البلوك سايفر with a variable block length and the key length to either اما 128 192 او 256 بت، يعني ان هنا الكي يكون متغير مثابت. بالاخر يستغرق نفس الكمبيوتر على مديكسر ال Advanced Encryption Standard الـ AES يراد 4 مليون 4 مليون و 684 كوينتليون سنة years to track الهاي الخوارزمية الجديدة اللي هي AES اللي هي Advanced Encryption Standards. البوبليك كي انكريبشن احنا شرحنا قبلها من امثلتها هي الـ RSA ده يجينا عليها بالمحاضرة السابقة، قلنا انه هي تحتوي على تو كيز. الكي الاول اللي هو بوبليك كي واللي هو يعني منتشر ويكون موجود، والبرايفت كي يكون سري. شوف هذه ممكن هذا الشكل يوضح. يقول السندر عندي بلان تكست يدخل بالRSA طبعا هي خوارزمية، راح يشفر بالمفتاح العام يرسلها، هاي الرسلت كأنه سايفر تكست ترسل عبر channel communication channel network internet. هنا راح تجي المشفرة، هذا الانكريبشن، هاي على مود يفتح التشفير. خوارزمية لفتح التشفير، فتح التشفير راح يكون بالبرايفت كي بالمفتاح الخاص، المفتاح الخاص راح يطلعها بلان تكست الأصلي توصل للريسيفر. بلان تكست الأصلي اللي هو بالاسكي كود، هي جتي بالاسكي كود وتطلع لنا بالاسكي كود. فهذه الـ RSA والـ RSA ما مطلوب ظاهر، بس هذه الخطوات اللي موجودة في المخطط لأنه ما بدنا ندخل بالتفاصيل. عندنا النوع الآخر اللي هو شلون نأمن الـ Digital Signature التوقيع الرقمي. التوقيع الرقمي هو طبعا مثير للاهتمام، ويتم عكس عملية يعني يكون هو asymmetric process received that is private key is used to encrypt short message. يستخدم المفتاح الخاص لتشفير رسالة خاصة،
ويمكن احنا الار اس اي قلنا المفتاح الخاص يفتح الرساله، هذا هنا يشفر الرساله، يمكن ان يستخدم المفتاح العام لفك تشفيره، ولا يمكن انه نتحظى الحقيقه انه الرساله اللي ارسلتها المنظمه او الشركه او اي شخص اللي تمتلك المفتاح الخاص. يمكن شو اسمه نون يسموها نون للربيتيشن، اللي هذه ما ممكن انه ننكر هذا التوقيع، وهو اساس من التوقيعات الرقميه الديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر هي رسائل مشفره وتكون يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل، طبعا من قبل السنترال فاسيليتي او الريجستري، على انه هي اوثنتيكيت، يعني انه هي اصليه ومقوله. شو نسوي سكيورنج للايميل؟ الانكريبشن كريبتو سيستم هاف بين ادابت انجكت سم ديجري اوف سكيورتي للايميل. عندي الاس ام اي ام build to multi purpose of internet mail expansion. هذا بروتوكول هو يحمي او يسوي سكيور لل هذا البريد الانترنت، ويكون متعدد الاغراض عن طريق اضافه التشفير والمصادقه. يتم اقتراح البريد بي خصوصيه بواسطه طبعا فريق من الانترنت، هو standard function to public key cryptography. ال PEM uses 3D ال3D encryption عليها اللي هي symmetric key encryption and RSA for key exchange and digital signature. ال party code verification اللي هي PGP هذا was development by هذا الشخص and uses two IDE A cipher along with RSA and key exchange. What is secure vicality? Secure vicality هي المشكلة الآمنة، اللي هي آمنة الphysical location. Secure vicality is a physical location that has been engineered with control design to minimum the risk of attack from physical threat. يعني هي المكان الآمن اللي يكون يعني اللي يكون ما حد يقدر يقلل المخاطر الهجمات والتهديدات خصوصا المادية. يمكن للمنشأة الآمنة استخدام طبعا المنشأة الأمنية يمكن تستخدم ترين ترافيك فلو وأربن ديفلوبمنت اند كان كومبليت ذا فيوتشرز وذ بروتكشن ميكانيزم سوتش از فينيس وجيتس وول اند جريت اند الارم. فكلها ممكن ان نستخدم الاسوار والبوابات والجدران والحرس واجهزه الانذار على مود نحمي المنشأة الآمنة من أي خطر أو من أي أتاك. الضوابط شلون نحميها؟ يقول إحنا عندنا الوول فانسينج أند جيت اللي هم الجدران والبوابات، عندني الجريت اللي هم الحراس، عندي الدوغ آي دي كارد كلاب او الاي دي كارد اند بادجز الهويات او الاشارات انه انا عندي فد هويه او بادج مثل ما نقول، اقفال اللوك هاند كيز المين تيرم الالكترونيك مونيتورينج مراقبه الكترونيه الارم اند الارم سيستم انه انا انطي انذار او اجهزه انذار كمبيوتر روم غرفة للكمبيوتر، wall and door الجدران والأبواب.
الاي دي كارد عند البادج هذه يربط الامن المادي للوصول على المعلومات من بطاقه الهويه اللي هو الاي دي. الاي دي كارد تايبيكلي كونكليت النيم بادج از فيزيبل، تكون لازم الاشاره تكون مرئيه، والاي دي كارد تكون ممكن اني اخفي به بطاقه الهويه الاي دي، مثل السيم كارد اللي موجود على البطاقات الهويات اللي ممكن نستخدمها في الماستر كارد والكي كارد وغيرها. هذه طبعا ممكن ان تقاس على اشياء حيويه، الاشياء الحيويه يعني البايومتريك، مثلا الفيكال ريكوجنيشن يعني التعرف على الفيس الوجه، تميز الوجوه وتقدر تفتح على مود يعني هذه الزيادة الأمنية، إنه أني ما أفتح هذا الكارت أو الماستر كارت مالتي إلا عن طريق وصمة أو عن طريق فيكال الوجه الفيكال ريكوجنيشن. وطبعا هذا عنصر التحكم لا يمكن أن نكرره وسرقتها وتعديلها بسهولة. عندي الـ unauthorized individual follow authorized unauthorized user through the control. طبعا هذا المصرح الأشخاص المصرح لهم، ويعني ما ممكن إنه يقدر ينطي للشخص الغير مصرح له حتى يتحكم بالبطاقة. عندي اللوك اند كي. اللوك اند كي اكو نوعين من الاقفال، اكو اقفال ميكانيكيه يسموها ميكانيكال واكو الكترونيه، واللوك كذلك يمكن ان نقسم الاقفال الى اربعه اقسام: مانوال، بروجرامبل، والكترونيكال اند بايومتريك. الأقفال تفشل وتحتاج المرافق الأخرى المرافق إلى إجراء بديل حتى أوصل له، وممكن أن تفشل الأقفال بأحد الطريقتين. يمكن عندما يفشل قفل الباب يصبح الباب غير مقفل، فهذا قفل آمن من الفشل، ولما يفشل قفل الباب ويظل الباب مغلق فهذا قفل آمن من الفشل. When the lock of the door fails and the door remains locked, this is a failed secure lock. Electronic monitoring. طبعا electronic monitoring هي المراقبة الإلكترونية، إنه أنا أسجل أي event، أي حدث يصير، where other type of physical control are not. إذا كان يعني أسجل أي حدث قد لا تكون بأنواع أخرى من عناصر التحكم المادية الأخرى، يعني قد نستخدم أو may use cameras with video records. ممكن نستخدم الكاميرات نسجل هذا الفيديو. drawback شنو ال drawback مالته؟ الدروباج انه اني reactive and do not prevent access or perhaps activity recording of not monitoring in real time and must be reviewed to have any value. لهنا أنا راح أوقف